متتبعي قناه فاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقه هذه غادي نناقشوا مشكل تاع البقايا البناء او النفايات الهامده على مستوى مدينه الدار البيضاء. كما تلاحظوا بان يعني هذه سنتين تكاثر هذا المشكل بشكل كبير، وفي كل مره تاكدوا بعض المسؤولين تاع مدينه الدار البيضاء ان الحل قريب، ولكن مع ذلك تبقى المشكل القائم. من اجل مناقشه القضيه دي نستضيف السي مصطفى مندور، عضو مجلس مدينه الدار البيضاء وايضا عضو مجلس مقاطعه حي الحيساني، تعرف هذا المشكل بشكل كبير. سي مصطفى مرحبا بك. مرحبا سي احمد وشكرا على الاستضافه، ومرحبا بمتتبعي جريده انفاس بريس. سي مصطفى كما قلت، علاش الدار البيضاء ما قدرش تخلص من المشكل تاع مواد البناء وبقايا تاع البناء؟ مع الاسف انه هذا اشكال مطروح في الدار البيضاء، وخاصه المشكل مطروح للمقاطعات اللي كتواجد على الهامش مثل الحي الحسني، عين الشوق، برنوسي، سيدي مومان. نعطي مثال الحي الحسني اللي اليوم تحولت الى مطرح لنفايات هامده. هذا راجع بالاساس ان المجالس اللي تعاقبت على تدبير الشان المحلي بمدينه الدار البيضاء ما فكرتش انها توجد حل لهذه المعضله هذه، وهو مطرح خاص بالنفايات الهامده. حتى دفتر التحمولات ديال اللي وقع مع الشركات اللي مفوض لها بتدبير النفايات، ما دابا تينصش على دابا الناس تيتساءلوا تيستفسروا، تقول لك دابا الشركات دابا الدار البيضاء دخلت واحد التجربه جديده تحت بالفوض مع الشركات افيردا وسيطا، علاش هاد الشركتين ما تيجمعوش النفايات الهامده؟ حيت في دفتر التحملات ما فيهش جمع النفايات الهامده، في النفايات المنزليه. يعني ما دخلش في اطار الكيت شارج، وبالتالي اليوم لابد اننا مع علما ان كاين قرار جبائي. قرار جبائي والماده 58 كتنص على احتساب رسوم ديال جمع النفايات الهامده. خص اولا التفعيل ديال القرار الجبائي وتكليف شركه اخرى اللي تقوم بهذه المهمه هذه، ولكن الشركه الثانيه يبدا انها تكون في مستوى. دابا كاين شي قراءه، اسمح لي قطعت، كاين القراءه الاولى تقول علاش ما نديروش واحد ملحق يعني تعديلي داخل الدفتر تاع التحملات وتكلف به سيطا او افيردا بجمع النفايات الهامده، وواحدين اخرين تقول لا خصنا نديروا شركه خاصه تكلف بهذا المشكل. انت فين تتميل؟ اودي حنا غنحلوا المشكل، تكون شركه خاصه ولا ملحق لهذوك الشركات، على كل حال ايجاد حل. لانه هذه المعضله هذه كتشوه النسيج العمراني. اليوم انا تنقول لك الحي الحسن تحولت الى مقبره او مطرح ديال النفايات الهامده. الساكنه ديال المعارف كتوجه النفايات الهامده ديالها للحي الحسني، انفا كذلك يعني جميع المقاطعات المحيطه. وبالتالي نقدر نقول ان المجهود اللي كيتبدا على مستوى المقاطعه، وهذا الشيء مكلف لانك يكلف ميزانيه ديال المقاطعه. شنو مثلا شنو؟ الكراء ديال الاريه ديال الجرافات اللي كتقيل كلهم تيديروا، والسلطه المحليه كتبذل واحد المجهود كبير في المحاربه والمتابعه ديال هذوك الناس اللي تيجيو يرميو هذوك النفايات، ولكن ماشي حل. الحل هو يكون حل جذري، ان شركه اللي تقوم بهذه المهمه على شرط ان نفعلوا المقرر ديال المجلس. الاحتساب سهله، الواحد ملي كيبغي يسحب الرخصه ديال البناء يخلص هذيك التسعيره ديال جمع ديال النفايات الهامده. الواحد اللي كيبغي يطلب رخصه ديال الاصلاح يخلص التسعيره ديال هذيك، ولكن شكون غيتكلف بالجمع؟ هذا هو هذاك اللي غادي يتكلف بالجمع، هو هذيك الشركه المكلفه بجمع النفايات الهامده، على اساس ان توضع رهن اشاره هذاك المواطن امام المنزل ديالو ولا امام الورش ديال البناء حاويه لتجميع هذاك النفايات، ومني كيكمل اثناء انتهاء الاشغال ولا هذاك راه كتقوم بها هي بالجر ديالها المكان المخصص لرمي ذاك المطرح. خاص مطرح، واليوم راه كاين تفكير على مستوى جامع الدار البيضاء باش يكون مطرح خاص بالنفايات المنزليه ومطرح خاص بالنفايات الهامده،
بما انه واش يمكن يعاود تعاود له ريسيكلاج واش يمكن يعاودوا يستخرجوا منه شي حاجه اخرى ولا هذا موضوع اخر. انتوا بالنسبه لكم داخل المجلس دابا تقريبا عام اللي على يعني انتخاب المجلس الجديد سواء داخل المقاطعه او مجلس المدينه، واش طرحتوا هذا الاشكال على طاوله النقاش؟ واش فتحتوا هذا الموضوع هذا؟ على مستوى المقاطعة مطروح مطروح لأنه أنا كما قلت لك كيشوه النسيج العمراني. حنا في الحي الحسني الشوارع الرئيسية وخاصة البقع الغير مبنية، هذيك المساحات الفارغة، المساحات الفارغة كلها مملوءة عن آخرها، واللي كدوز من شارع اللي نقول لك الأشعش بنت 24 اللي اليوم هو شارع محمد بوستري تيحمل الاسم ديال رمز ديال الحركة الوطنية، كله تراب. اللي تيدوز من اللي تيعبر الحي الحسني تيقول لك واش هذا الحي الحسني كله كله نبني كله بني كله بني في حين هو كان هذا كله بني نيس، لان دابا الحي الحسني هو واحد المنطقه اللي مفتوح على وجه التعمير، هذا الشيء اللي تيخلي هذيك المنطقه تتعرف راه ماشي ديال الحي الحسني، ماشي تيجينا من جهات اخرى، كيجينا من المعارف، كيجينا من انفا، كيجينا من بوسيجور، من يعقوب منصور، من الاحياء المجاوره. نعم. وبالتالي اليوم الحي الحسني كتحمل عبء وكتحمل مشاكل ديال سوء التدبير ديال جماعه ديال الدار البيضاء سابقا. اليوم حان الوقت باش يتخذ قرار. انتم كمجلس مقاطعه الحي الحسني واش رفعتم ملتمس ضغطتوا على مجلس المدينه، خاصه انه انت مثلا كاين في المقاطعه وتوجد ايضا كعضو في مجلس المدينه الدار؟ حنا على مستوى المقاطعه الحي الحسني درنا ملتمس، كانت هناك مراسلات وكاين ماشي تنقولوا ضغط ولكن كاين تواصل مستمر ودائم، لا ما نقولوش الضغط ولكن كنقولوا اننا في اتصال دائم مع الرئيسه، مع السيده الرئيسه، وهذا كاين تفكير مع السيد النائب المكلف المفوض له بتدبير هذا القطاع هذا، هناك تفكير وربما ان الايام المقبله غادي توجد يتلقى حل نهائي لهذا، وغادي في الطرح ديال جوج ديال المطرح ديال النفايات المنزليه والنفايات الامنيه. اليوم كيفاش غادي ندبروا ماشي المشكل ديال المطرح ولكن كيفاش ندبروا عمليه ديال جمع النفايات. واش غادي نفعلوا المقرر ديال المجلس الماده 58 اللي كتنص على احتساب واحد التسعيره لكل واحد كيطلب رخصه ولا كل واحد كيطلب رخصه بناء او رخصه اصلاح، عين من ان جهات اخرى ترفض هذه التسعيره. ما يسمى بين هلالين منعشي العقاريين. ممكن كان منعشي شركات وطنيه خصهم يساهموا في جماليه ديال 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 العماله ديال الدار البيضاء. منعشي العقاريين قلت البعض تيقول بان المسؤوليه تبقى على هذا المنعش العقاري اللي هما تيديروا عمليه البناء، خصهم يتكلفوا بالجمعه. سيدي الجماعه تكلف غير يطاكسيهم غير يحسب عليه هذيك التسعيره قبل سحب الرخصه ديال البناء، يخلص الواجبات ديال الجماعه، قبل سحب رخصه الاصلاح يخلص الواجبات ديال الجماعه، والجماعه عبر الشركه المفوض لها في التدبير هذا تقوم بالمهام ديالها. ولكن دابا خاص الجماعات هي دير واحد الخطوه، اما انها تدير شركه، اما خاص تحرك في هذا الاطار هذا، ما تبقاش مربع يديها. انا كنت نقول كاين نقاش، كاين نقاش جدي. واش دار ان فلون ويدوز وربما ان ماشي في الدوره، المقبله يتناقش هذا الملف هذا، واش عبر الشركات اللي كاينين حاليا ان فلون يعني تعديل هذا او عبر شركات اخرى. المهم هو نوصلوا نلقاو الحل. ولكن علاش يعني الدار البيضاء عرفت هذه الازمه خلال السنوات، خاصه السنوات الخمس الاخيره؟ علاش تقريبا؟ ربما السنوات السنه الاخيره ماشي سنوات هذه سنتين كاين واحد الحركيه كاين عمل ذاك، لان المغرب مر من واحد المرحله ديال الكوفيد اللي كانت واحد الجمود واحد سنتين، بالاضافه الى التغيير اللي وقع على مستوى التدبير الشأن المحلي هذه سنوات. اليوم كاينه واحد الحركيه، الناس بدات النشاط ترجع شويه نتمنى الله ان نمشيو بهذه الوتيره، ولكن لابد اننا نحسنوا من الخدمات، لابد اننا نعطيه وجه مشرف لمدينه الدار البيضاء ديال العاصمه الاقتصاديه. ما يمكنلاش اكبر مدينه في الدار البيضاء ما يمكنلاش تبقى بهذا الشكل هذا ديال الوسخ وديال الاطربه الجنبات الارصفه الى اخره. كنقطه اخيره السي مصطفى منظور، حنا الان تنعيشوا يعني نهايه سنه
على الانتخاب ديال مجلس مدينه الدار البيضاء. تقييم بسيط حول التجربه هذه في هذه السنه هذه، كيفاش تشوف انت من منظور انك تنتمي لواحد الحزب تاع التقدم والاشتراكيه؟ مقارنه مع المجالس السابقه تنظن كاين واحد الحركه، كاين شويه ديال، ولكن مازال ما وصلناش، مازال ما حققناش الهدف، ماشي الهدف ولكن الاستراتيجيه باش غاديين، والاهداف باش غاديين، والخطه باش غاديين. لا اعتقد اننا غادي نقدروا نحققوا الطموحات ديال البيضاويين والبيضاويات. يعني تيقول لك من الاول تتبان العلامه. لا ماشي من الاول تتبان العلامه، اليوم كاينه اراده. كاينه اراده، كاين جراه، ولكن خص التفعيل ديالها وخص الدعم وخص المسانده، وخصنا نخليو الحسابات. انا كاين النوايا الطيبه ولكن العمل على مستوى الارض باقي شويه. لا خصنا نخليو الحسابات السياسويه على الهامش. اليوم كاينه مصلحه البلاد، كاينه مصلحه المدينه، كاينه مصلحه المواطن. نخليو الحسابات السياسويه على الهامش وتوجه التفكير ديالنا والوقت ديالنا للخدمه ديال مصلحه مدينه الدار البيضاء اللي حنا بنائها، كبرنا فيها وعشنا فيها وتربينا فيها. الحي الحسني اليوم يعاني من عده اختلالات، ومن بين الاختلالات التي تؤرق المجلس هو هذا المشكل ديال النفايات الهامه، لان تكلف المجلس ميزانيه ديال كلا الاليات والجرافات اللي جمع هذا الشاحنات، ذاك المجهود اللي كيتبدل، واللي كيتبدل لا من طرف المجلس ولا من طرف السلطه المحليه ما تيبانش على ارض الواقع. اليوم كتنظف والغد يومين بعد ترجع المشكل كيف ما هو. وبالتالي لابد ان مستوى الدار البيضاء التسريع ب خلق مطرح خاص بهذه النفايات الهامده، التسريع بتنفيذ مقررات مضامين ديال القرار الجبائي او تعديل ديالو، التسريع بخلق شركه او تعديل دفتر التحملات مع الشركات اللي هي كتشتغل حاليا. سي مصطفى شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه فاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.